يسعد أوقات الدكتور بمواقف العزاء بصير في تسمية لأيام مميزة مثل اسم الأسبوع الأربعين. حابين نعرف منك إذا في رمزية معينة لهذه الأسماء أو المناسبات وشو معناها ووجهة النظر الشمولية فيها. إذا تكلمت شكرا. الله يرحم والد اليوم تناسب 40 يوم على وفاتي انتقالي. نحن بالعرف من خلال الأمثال الشعبية والعادات والتقاليد ما في شيء عبث، بدنا نوضع نصب أعيننا إنه ما في شيء عبثي وكل شيء له رمز وراء، لأن البشرية اللي نحن نشوفها كائنات حسية معتمدة على اللاوعي، واللاوعي جاي بالتواتر من قبل الأجداد والأجداد حتى سابع جد. مثل ما في باللاوعي معتقدات نحن نعتقدها فكر الإنسان إنها سطحية كثير، أما هي قصة للاوعي. وكونه نحن بهذا العالم الأرضي نظام ديجيتال رقمي، كل شيء بفعل متقن ونظام محكم، كل شيء دقيق. لما نقول سبعة في نهاية لشيء وبداية لشيء آخر، ولما نقول 40 عم بتكون رمزية لواقع مكاني ما. رقم 7 معناها 24 ضرب 7، لأنه اليوم 24 ساعة. لاحظوا ال 24 ساعة 2 و 4 6. 6 هو بمثابة جسم القدر بالإنسان، هو الطبقة السادسة. نحن تحت القدر باليوم السادس دوما، اليوم كل يوم في قدر جديد تحت وطأة رقم 6. رقم 6 هو رقم عربي بالإنجليزي، دائرته للأسفل وذيله للأعلى. نحن بعالم إذن مكاني تحت وطأة قدر كل يوم. إذا نجي نضرب 24 ضرب 7، 24 ساعة اليوم ضرب 7 بيطلعوا 168. 168 الستة بالنص، الواحد وثمانية تسعة، صارت 96. احتفظوا بهالرقم 96. ستة وتسعة واحد وخمسة ستة. إذن في قدر آخر الآن على اليوم السابع. هذا القدر يفترض من النفوس اللي تعرضت لاختبار إن تعبر وتبدل الموجة الفكرية، وإلا رح يتجسد شيء ما لاحقا ويعاد الامتحان من جديد إذا ما تبدلت الأفكار والمشاعر. إمتى يعاد الامتحان من جديد؟ ويكون هو الفرصة الأخيرة لنفوس، خصوصا بيقول الوفاة، لأن أصعب اختبارات لنفوس وقت الوفاة. بال 24 ساعة الأولى 2 و 4 6 اللي بيقدر يغير هذا القدر ويغير موجته الفكرية علامي وطبقة من طبقات الموسيقى الكونية، اللي بيقدر بعد أسبوع كذلك موفق أيضا طبقة أخرى بنفس الأرقام عم تتكرر رقم 6، اللي ما قدر في عنده فرصة على الأربعين يوم اللي هو اليوم. لاحظوا 40 ضرب 24 كم؟ 960. رجع تكرر رقم 9 وستي 69 51 نفس الرقم 6 رجع تكرر. إذا في قدر آخر، اليوم آخر فرصة، وإلا ستعاد التجربة بحدث آخر وبنظام رقمي آخر. شو إشارة الأربعين؟ إيحاء الأربعين. قلنا الأربعين على 24 عم يطلع 960، لاحظوا الرقم 6 ورقم 9. قبل على اليوم السابع إجا هالرقم 9 أما مفصول 1 و8. بدك أنت
من خلال طبقات العرش توحد رب العالمين. إذا ما قدرت، لأنه هي فيها لغة معادلة اليوم السابع، الآن مفصلة عندك بيوم الأربعين. اليوم الأربعين في عندك أنت بقدر رقم الستة، الدائرة القدرية، أنت بدائرة أرضية بعالم مكاني والذيل الأعلى تحت وطأة القدر. متى تقلب الموج؟ متى تقلب الرقم ستة؟ الآن بيوم الأربعين هو يوم انقلاب الحزن ليصبح فرح بالله، فرح بالوعي، فرح بالقدر الإلهي، فرح بالكائن الأسمى اللي هو رقم تسعة. هو تمام الأرقام، صارت الدائرة بالأعلى والقدر صار أسفل، معناها أنت ارتفعت بالتجربة، أنت رفعت وعيك من مستوى الستة، قلبت الطاقة وصارت تسعة. إذا يوم الأربعين هو يوم عكس الطاقة، من طاقة حزن لطاقة فرح. فهذا النظام إذا فكرنا فيه بهذا الاتجاه، هذا قسم من الأجوبة. في ناس ممكن بيجاوبوا بمستوى آخر، هذا قسم من الأجوبة باتجاه الوعي. بمجرد أن فكرنا بهذا الاتجاه، الكارما أول ما بتحدث، أول ما بتحدث بالساعة الأولى، غير بالدقيقة الأولى، غير بال24 ساعة الأولى، غير بالسبع أيام، غير بالأربعين يوم. بالأربعين يوم رقم نهاية القدر ونهاية الفرصة لأنفوس العالقين بالمستوى المادي. ليش مادي؟ لأنه رقم أربعة هو رمز للأربع جهات. أنت مأسور بالأربع جهات، عالم المادي أو عالم الدنيا. الآن عندك الفرصة بعد توالي الأرقام والأزمنة، وفي أرقام أخرى أيضا بس هاي الأبرز، عشان هيك بالوعي الشعبي العام من اللاوعي جايبة السبعة والأربعين. الآن أنت بفرصة أخرى تماما، عشان هيك حتى في أربعين يوم تعبد مثلا، عشان تنقل الموجة من مستوى لمستوى آخر، عشان هيك بيصوموا أربعين يوم أحيانا. فبالتالي بهذه المناسبة يفترض إنه ما عاد يبقى في أي موجة حزن على المتوفى. لا نرفع وعيه من جديد بعالمه ونرفع وعينا معه. هون بصير تواصل عجيب بين عالم السماء تسعة وبين عالم الأرض ستة. هون بنكون استفدنا من العلاقة الكارمية اللي كانت بالدنيا، صرنا على علاقة مع طبقات أخرى من الوعي، بصير المتوفى وسيلة تنوير لذويه. اللي بيفهم هذه المعادلة مو بس رح يفيد نفسه، أيضا رح يساعد المتوفى، لأنه كثير بيكون متألم ما بيقدر يوصل معلوماته الروحية بهذا الاتجاه. اللي بيقدر يتواصل رح يلاحظ يسرى بكل طبقات الوجود الطاقية والعاطفية والكونية. اللي بيقدر يوصل بالأربعين لهذا القدر الموفق. بهذه المناسبة رح نغني عن روح المرحوم أغاني رح تكون وسيلة لرفع الوعي أكثر، ووسيلة أيضا لأنه هو يروح عنه كل الحزن اللي صار وكل التعلقات اللي صار. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثات الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثات الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. فلا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع
الدنيا.